طقتك يا برج القوس، يعني في عندي شوية لخبطة. فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية، أو ممكن تكون في عندك مسؤولية أو مرتبط، أو يعني في عندك شغل. فالشخص اللي أنت بتحبه أو بتفكر فيه أنت حاسس إنه بيمر بمرحلة من اللخبطة أو الانفصال، أو حاجة فيها وقت اختيار بالنسبة له. فممكن تكون شايفه إنه روحاني، أو إنه بيتواصل معاك روحيا، لأنه فعلا بيتواصل معاك روحيا بشكل عالي كمان. والشخص ده باين إنه في الوقت الحالي واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة. هو حابب يعمل توازن، وحاليا هو مشغول بحياته المادية. كمان يا برج القوس طلع لك ورقة، يعني راح نشوف ورقة النصيحة، لأنه بشوف إنه عنده علاقة بالقراءة. أها، بتقول لك أنت دايما تثق في ربنا، وربنا بيوجهك إزاي، وعارف إنه ربنا اللي بيوجهك. يعني انت محتاج تخرج وتتفسح وتفرح، يعني ما تتوقفش عند كده، وتعيش حياتك. فالورقة بتقول لك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم، فما تتكلمش حتى تفكر بكلامك، هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيف. فواضح عندي يا برج القوس إنك هاي الفترة بتفكر كثير. كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمر بظروف، يعني ظروف صعبة. كمان عنده انشغال جامد، يعني هو مشغول كثير. وطلعت له ورقة بتقول يمكن في أشياء واقفة بيناتكم، واقفة بين علاقتكم، أو ممكن حتى إنكم تكونوا في علاقة زوجية وإنت متعلق في الوضع هذا، والشخص ده ممكن يكون في علاقة. فعندي طاقات كثيرة، في عندي طاقات طالعة لي في القراءة كثيرة. كمان طلع لك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورق اللي طلعوا لك بخطوات صغيرة، ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل. يعني بخطوة صغيرة منك راح تلاقي في تغيير كبير حصل. فالشخص ده طلع له ورقة بتقول إنه إنسان طيب وروحاني جدا، وإنسان مهتم بالناس اللي حواليه، وهو مش فاضي، يعني مشغول، مش فاضي يهتم بنفسه. هو بيهتم بالناس اللي حواليه أو بشخص معين، وغالبا حتكون أنت، لأنه طالع لي ورقة إنه بيفكر فيك كتير. أوي، وكمان هو بيفكر إنه لازم يهتم فيك، لأنه حاسس إنه ما ادالكش الاهتمام اللي أنت تستحقه، وما كان بيهتم بيك الفترة الماضية. كمان هو عارف وحاسس إنه أنت، وشايفك كمان إنه أنت إنسان طيب وقلبك حنون، وحاسس جواته إنه في صداقة عميقة جواتكم.
أنا بحاول يعني أتكلم بلغة تفهموها، لأنه لهجتنا إحنا صعبة، لهيك أنا عم حاول أشرح لكم بلغة تفهموها. كمان عم شوف إنه في حاجة واقفة بينكم، واقفة بين الارتباط تبعكم، فممكن تكونوا أنتم من بلاد مختلفة، يعني بلاد مختلفة، طوائف مختلفة، أو ممكن يكون واحد فيكم متزوج، وحتى لو كان صحيح راح يكون غالبا حيكون هو، وممكن يعني يكون الاختلاف في العادات والتقاليد، الطريقة اللي تربيتوا فيها، المدينة اللي انتوا منها، فممكن تكون انت شخصيا مقبل على الارتباط او تفكر ترتبط، لانه هو نفسه انت شايفه مرتبط، فانت كمان بتفكر ترتبط، ولكن انت متعلق مع هذا الانسان، في علاقة حب كبيرة جواتك، اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه، بيحاول يظبط نفسه ومشاعره تجاهك، فمشاعره تجاهك هي مشاعر مولجة، وكمان هو عارف انه في طريقة تانية يقدر من خلالها انه يقرب الموضوع بيناتكم، وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا، وبيفكر فيك كتير، طالع لي ورقة انه بيفكر فيك كتير، وشايفك انسان اكتيف كتير وصريح وواضح، وبتتكلم بطريقة مباشرة، وشايفك كمان انسان بتحب الخير، كمان هو يعني شايفك انه عصبي شوية ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعة أو يجي بسرعة، هو عاوز وبيفكر فيك طول الوقت. كذلك أنت شايفه إنسان جميل وكويس، يعني إنسان جيد جدا، وشايفه من عالم آخر، يعني مختلف عنك، سواء من بلد تانية أو الطريقة اللي انتو تربيتوا بيها هي طريقة مختلفة عنك، وانت كذلك شايفه حلو، والإنسان ده ممكن يكون مسافر، لأني وقفت الفيديو حاولت أطلع الورق عشان أتأكد أكثر، طلع لي إنه الشخص اللي احنا بنحكي عليه طلعت له ورقة إنه ممكن يكون مسافر لبلد أو في بحر بيناتكم، يعني هيك يعني. كذلك انت شايف انه انسان ناجح وعاجبك بصراحة. كذلك عندي انه الشخص هذا خلال الشهر، خلال هذا الشهر الحب دياله ليك غيزيد بزاف، يعني حيزيد كثير، وتفكيره اتجاهك حيزيد، فإذا كنت أنت لسه بتحبوا بعض وما تصرحتوش، لأنه في طاقات كتيرة عندي، يعني طاقات مختلفة، أو حتى إنكم بتحبوا بعض ولكن ما تصرحتوش، وأنت حاسس إنك حبيته من أول نظرة، فهو بيفكر فيك. كمان في عندي في طاقة منفصلين كمان هون، ورغم الانفصال في حب حتى ولسه ما تصالحتوش، فخلال الشهر ده يعني هو حيبقى داخل في طاقة الحب، في مشاعر تجاهك، مشاعر فياضة، راح أطلع ورقة أشوف، خلوني مشاعر فياضة،
أيوة في مشاعر، صح. طلعت لكم ورقة، أنا أحب أتأكد. في مشاعر فياضة كأنه مشاعر السولميت، وانت حاليا في الشهر هذا غتبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك، يعني حتحاول هيك، ونجاحاتك العملية، لأني شايفة إنك عايز تستقل بحياتك وتحس إنك مش محتاج لشي واحد، يعني مش محتاج لحد، وبتعمل كل حاجة لوحدك. كذلك أنا شايفة إنك حتطلع للحياة، وده الشيء الصحيح، لأنك كل ما كنت إنسان إيجابي الأشياء الإيجابية بتيجي لحياتك. قلت لك أنا شايفك إنك حتطلع للحياة، للطبيعة، الطيور، تتفسح، ممكن تكون حتسافر بلد تانية، يعني ممكن تتفسح، أو مدينة تانية تغير جو. ولكن أنا شايفاك إنك عايز تبقى لوحدك، تقضي وقت مع روحك، مع نفسك لوحدك. فراح نطلع ورقة، راح نطلع ورقة، خلينا نشوف. راح تقلك الورقة. هالورقة طلعت لك مرة تانية، خليني أشوف، خليني أشوف. يعني كأنه في عندك سفر قصير، طلعت لك ورقة سفر قصير، في خلاف يعني حول سفر قصير عندك. كمان هالورقة بتقول باين عندي إنك متلخبط يا برج القوس، وحاسس إنك مش عارف تفكر أو تحسم الموقف، الموقف ده في القصة هذه. فممكن تكون حاسس إن الشخص ده ملخبطك، مش عارف تفهمه. كذلك في ناس منكم بيفكروا إنه الشخص هذا مش موجود أو بعيد عنكم، أو بتشوفوه يعني كأنه بعيد، ما بيفكرش فيكم، يعني أنتوا بتفكروا هيك، أو ظروفكم مش مناسبة، وأنت بتفكر إنه العلاقة دي مش ماشية. كذلك ها، خليني أشوف، راح أشوف لكم الشهر هذا. الورقة دي طلعت لك تاني، شو مشكلة الورقة هذه؟ هذه قراءة عاطفية، مش لازم تطلع الورقة هذه. خلوني في فلوس جيالك يا برج القوس، أو في هدية راح تجيك. فواضح إنكم خلال الشهر هذا إن شاء الله حيكون في ارتباط بينكم، حيبقى في تواصل، حيبقى في تواصل روحي عالي بينكم، وفي كلام. وهذا الموضوع حيجي من الحبيب، يعني هو اللي حيتحرك، هو بيفكر يتحرك. الحبيب حيتكلم معاك وحيقول لك كلام حلو، يعني طلعت لك ورقة، هاي الورقة، وحيعبر لك عن مشاعره. ولو كان هو متباعد أو ده حب جديد، فهو برضو حيقول لك مشاعره إيه تجاهك، والعلاقة دي حيكون فيها شفاء. كمان ممكن انتوا تشتغلوا مع بعض في حاجة، ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكم، وتعملوا اتفاق. فإذا كنت انت زعلان منه في حاجة، فالورق بيقول لك اصبر عليه، لأن الشخص ده بيحبك كتير. برد يعني الظروف اللي صارت، بغض النظر، هذا هو المصطلح الصحيح، بغض النظر عن الشي اللي صار، لأن الشخص ده حاسس إنه ما كانش عاطيك اهتمام، وحاسس إنه أنت محتاج اهتمامه، ومحتاج إنه يعطيك وقت.
أما أنت يا برج القوس فحتكون مركز على حياتك وأمورك العملية، وحتكون حيكون بينكم تواصل روحي، في اتفاق، في فرصة إنكم تعملوا توازن وتوافق. طالع عندي إنكم حتتكلموا مع بعض هالمرة بطريقة مختلفة، والشخص ده حيقرب عليك بالحب، وانت في الفترة هذه متلخبط ومش عارف الإنسان ده يعني ماذا يريد منك بالضبط. من رغم من انه عاجبك الشخص هذا، عاجبك وانت شايفه حاجة كبيرة، الكارت اللي طلع لي بيقول لك الموقف هذا انت محتاج تكون مشاعرك ناضجة، ومحتاج الثقة في العلاقة. واضح انه في لخبطة كبيرة في العلاقة هذه. كمان بيقول لك في ناس كويسين يعني مناح، فإذا كنت قلقان من الشخص هذا وبتفكر الشخص هذا عايز مني ايه، لسه بيحبني ولا لا، ايه اللخبطة دي، ليش بيعمل، ليش بيتصرف بهاي الطريقة، فأنت ما تقلقش منه، يعني ما تكون قلق منه، لأنه الشخص ده مشغول في حاجات مع أسرته، مشغول في حاجات تانية، وهو حاسس إنه مدكش الاهتمام، وحاسس إنه لازم يعيد حساباته تجاهك، لازم يعيد حساباته معك. وبيقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك، لانهم ناس كويسين يعني جيدون، حاولوا كويسين، وفي حد منهم حيسعدك وحيساعدك انك تطلع من اللخبطة دي عشان ترتاح. كمان بيقول لك الورق الشخصي ده اللي انت بتفكر فيه انت تقدر تثق فيه وتعتمد عليه، كمان ممكن انت تكون الشخص ده، لانك شخص طيب وانت شخص يعتمد عليه، ويقدر الانسان يثق فيك، وانت قادر انك تدي نصائح. فأنت يا برج القوس الشهر ده حتبتدي تزبط نفسك، وحتبقى في طاقة استقلالية، في نجاح عملي عالي عم شوفه عندك، كمان حتبقى ظاهر في منتهى الجمال، يا جمال يا برج القوس، حتبقى عندك ثقة عالية جدا في نفسك خلال الشهر هذا. كمان كذلك عندي كارتين، هاد الكارتين لما يطلعوا مع بعض، يعني هون لما يطلعوا مع بعض، خلوني اشوف لكم، يعني انه حيكون عندكم تواصل روحي عالي، وحيكون عندك نوع من التسليم، هتسلم الامور لربنا، وغادي تبدأ الثقة تزيد، يعني ثقتك راح تزيد عندك في اتجاه الشخص ده حقيقة. يعني بشكل عام الشخص هذا شخص منيح كثير، بغض النظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها، فهو جواته شخص منيح، وما عندوش نوايا سيئة تجاهك، ولا انت صراحة. بصراحة العلاقة هذه علاقة هادئة، سواء كنتوا تصارحتوا أو ما تصارحتوش بالحب، أو حتى لو كانت علاقة طويلة ولسه ما تكلمتوش عن الحب، أو في وضع تاني، يعني وضعية تانية، لأنه هو عنده مشاكل
ثانية في حياته، وده اللي مخليه ضايع مش عارف يتصرف. بغض النظر انه عاقل جدا وروحاني جدا، انا هقول لكم الابراج اللي ظاهرة عندي في القراءة. منيح، عندي برج الجوزاء، برج الميزان كمان، أو الأبراج الترابية يعني مش كثير، برج الدلو، الدلو طلعاله قراءة منيحة، كمان في طاقات نارية ممكن تكون طاقتك أنت، كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت، في طاقة هوائية. فخلال الشهر ده وممكن نزيد عليه شوية، حيكون في تواصل روحي عالي جدا، وحيكون في تفاهم بينكم بدل اللخبطة اللي انتوا فيها، حيبقى في شفاء لأنه الشخص ده عايز يديك اهتمام. هو حاليا غارق في تفكير، شنو هالتفكير اللي غارق فيه؟ عشان أتأكد أكثر، هالملاحظة راح أقولها بعدين. الورقة دي طلعت لك المرة الرابعة، خلوني أتأكد. ما علينا، الشخص ده قلت لكم هو غارق في شغلة، عم بفكر. عم بيعمل اختيار لأنه في طرف ثالث، والطرف الثالث من ناحيته هو بيفكر يحسم الموضوع ويحسم أمر الطرف الثالث، الطرف الثالث ده، وياخد موقف من العلاقة هذه. كمان ما أكذب عليكم، راح أقول هالملاحظة، عم شوف هون في كأنه في ناس عم يدعوا الله. طالع الورقة هون، مشان حبيبهم عم يدعوا. بصراحة راح أقولكم عم يدعوا بالزواج، يتزوجوا هالشخص ويعيشوا حياة سعيدة. في ناس عم يدعوا مشان حمل، يكون عندهم ولد، في مشاكل. عم شوف طاقة الدعاء طالعة هون، وما أكذب عليكم طالعة عندي ورقة تبع استجابة الدعاء. هذه الورقة، هذه ورقة كأنه في بتفكر وفي سفر، في خلاف حول السفر. هذه الورقة طلعت لي 3 مرات. رح شوف هاي الشغلة ولو اني خلصت. يا الهي، هاي الشغلة حلوة. لا لا، خلاص خلاص خلاص، شغلتكم حلوة. قلت لكم انا عم شوف في هون في طاقة دعاء كبيرة في عندي. انا كملت، قلت مو مشكلة اكمل هالشغلة هذه اللي شفتها. هالطاقة الدعاء، هالإنسانة هذه أو الإنسان هذا عم يدعي بشو؟ عم يدعي كأنه في زواج، كأنه في أوراق، رسالة توصله من الحبيب. فأنا أحب خبره إنه هون طالع عندي ورقة استجابة الدعاء، وكملت القراءة لأتأكد. طلعت الورقة الثانية نفس الورقة، نفس الدعاء اللي دعاه، اللي عم تدعيه، طلعت لي وطلعت لي الورقة في زواج، يعني في استجابة وفي أخبار حلوة راح توصلكم. يعني هالأوراق هذه أوراق مبشرة كتير، وطلع لي الشخص اللي بتحبوه وسط الأخبار الحلوي، وسط يعني ورقة الزواج. خلوني أشوف لكم شو راح يطلع. هالشي اللي طلع عندي أخبار حلوة، أخبار حلوة.
يعني في أخبار حلوة جاية لكم يا برج القوس. والله هالورقتين بثلاثة فالهم كتير حلو. في أخبار حلوة عن الحبيب راح توصلكم، فأنا حبيت شيل هالنقطة عشان القراءة تكون كاملة عندي. فربنا معاكم يا برج القوس، قولوا لي ايه رأيكم في القراءة واتركوا لي تعليقات عشان اعرف ايه الاخبار، وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ربنا